السنة كما جاء في الصحيحين من رواية حديث عائجة كان رسول الله يصوم شعبان كله، لكن جاءت في رواية أخرى إلا قليلة. هذا الاستثناء مع أن اللغة مختلفون، هل يمكن أن يؤكد؟ هل يمكن تأتي بالتأكيد ثم تأتي بالاستثناء بعده؟ أولا لأن حتى صحهم الجواز أنه ممكن تأتي بالتأكيد تأتي بالاستثناء، ولا مانع من ذلك. فسيد الملائكة كلهم مجموعون إلا إبليس، وهذا ثابت في الكتاب وثابت في السنة، وأنه لا مانع من التأكيد والإتيان بالاستثناء بعد التأكيد. فبالتالي هذه الروايات مع الرواية الأخرى، ما جاء من حديث عائشة صوم شعبان كله يقيد بما جاء في الدلائل الأخرى إلا قليلا، إلا قليلا. أطلقت عائشة على الرواية الأخرى الكل تريد البعض، وكيف استفدنا أن تريد البعض من الدليل الآخر لما قال عائشة إلا قليلا، إذا ما كان يصوم شعبان كله. وكما جاءت أدلة عن عائشة كثير وعن غيرها أن رسول الله ما صام شهرا كاملا قط إلا رمضان، وما وهذا أيضا من أدلة تقدم يحتجون به على أحياء ليلة تسر البعض ربي أكل، وهذه مسألة يطول وتقدم إن شاء الله.